لها في الماضي شفنا من جهة أخرى البلدان الأوروبا خارج الأوروبا الثاني خذوا القرار تاعهم والحمد لله في اتفاق ماشي. كان برنامج انخفاض لبلدان خارج الأوروبا طبقوا هذا البرنامج، لا نشوفوا مقارنة بين البرنامج ونتائج نجم نقولوا لا والبلدان خارج الأوروبا في الوقت الحالي معدل تاع 60% ولا بلا نشوفوا هذا البرنامج هو 100%. هذه حاجة جديدة راح تسمح لنا إن شاء الله في الشهور المقبلة إن شاء الله وقبل 3 شهور هذه يكون استقرار في السوق.